ده عمر خضر لاعب زد المنتقل حديثا الى نادي استون فيلا الانجليزي، واللي احدى المواقع البرتغاليه قالت عنه قبل اتمام الصفقه المعجزه المصريه الى فيتوريا جيمارش او استون فيلا، واللي بعد اتمام الصفقه بشكل رسمي قال عنه اوناي امري مدرب الفريق سيكون اضافه للنادي في المستقبل، انه لاعب رائع ويتميز بالمهاره العاليه وبالسرعه. هنتكلم النهارده عن الموهبه الافضل في مصر في الفتره الحاليه. لعيب عمره 17 سنة وبيلعب في زد، ولكن في الأصل من ناشئين الزمالك، وانتقل إلى زد ب 4 مليون جنيه عشان بالمبلغ ده يكون الناشئ الأغلى في تاريخ مصر، ولكن زد اشتروه ب 4 مليون وباعوه لأستون فيلا ب 235 مليون جنيه اللي هم 7 مليون يورو. فتعالى كده نشوفه مع بعض واقول لك ايه مميزاته واقول لك ازاي انضم لأستون فيلا وايه سبب اختيارهم ليه. بس في البداية ما تنساش لو بتتابعني ومش عامل فولو تعمل فولو دلوقتي. عمر خضر لعيب جناح وبسم الله ما شاء الله بيمتلك مهارات بستايل اوروبي، لعيب عنده تكنيك مميز جدا في المراوغات وبيقدر بكل سهولة يعدي لو واحد على واحد واوقات لو واحد على اتنين او تلاتة او اربعة، طبعا مش في كل مرة بيرقص تلات اربع لعيبة، ولكن عنده القدرة انه في بعض الاوقات يروغ اكتر من لاعب بمهارة كبيرة زي الهدف ده. شوف ازاي روغ في الزحمة وسجل هدف وهو حواليه حوالي 3-4 لعيبة. بنتكلم في لعيب بسم الله ما شاء الله مفيد جدا لفريقه، مش مجرد لاعب اناني واستعراضي. يعني على سبيل المثال شوف هنا ازاي عدى بالمهارة الكبيرة اللي كلمتك عنها، وشوف ازاي رفع عينه ولما لقى زميله حواليه 5 لعيبة خد قرار التسديد وسجل هدف بشكل مميز جدا. هو ما شاء الله بيلعب زي اللعيبة الكبيرة والسوبر مش زي اللعيبة اللي لسه سنها صغير، يعني بخلاف المهارات العالية جدا اللي بيمتلكها، إلا انه كمان عنده نضج وبيكون واضح جدا في قراراته في الملعب اللي اغلبها بتكون على عكس التوقعات. ومن مزايا كمان ان هو سريع سرعة مش طبيعية وبيسرع رتم فريقه بشكل كبير جدا. من الاخر لعيب حريف ومهاري بشكل مش طبيعي وسريع. بداية عمر كانت مع نادي الزمالك وكان مقدم مستوى مبشر جدا ولافت للانظار ومستقبل كبير لنادي الزمالك، ولكن بعدها بينتقل لنادي زد اللي اشتراه ب 4 مليون جنيه وقدم معاهم مستوى مميز جدا وانضم لمنتخب مصر ولعب في البطولة العربية وكمان في أمم أفريقيا. أما بقى أهم فتراته وأفضل مستوياته كان في البطولة الودية اللي نظمتها نادي زد واللي شارك فيها الأهلي وفاينورد وأستون فيلا. أداء عمر في البطولة دي حرفيا كان أداء عالمي وفاز كمان بأفضل لاعب في البطولة، وبعض الصحف البرتغالية أطلقوا عليه لقب المعجزة المصرية وقالوا أنه على أعتاب أكتر من نادي أوروبي، عشان بعدها ينتقل بالفعل وينضم لنادي أستون فيلا بشكل رسمي، والكل حاليا بيتوقع ليه مستقبل باهر وبنأمل كلنا أننا نشوف فيه صلاح جديد. آخر حاجة ما تنساش تقول لي رأيك في عمر، وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، وأشوفك في فيديو جديد.